وقالت لك تمام لماذا تغني هذا الغناء، وهل أنت من تكتب الكلمات، وهل عندك رسالة؟ سؤالي فقط، هل عندك رسالة، وماذا تريد أن توصل للشباب بالأغاني التي تقدمها؟ الأولى نقول لكم السلام عليكم. عليكم وهي السلام. كاين غنى اللي فيه رسالة، وكاين غنى اللي فيه أمبيونس. باغ إكزومبل جي انغيجيستخي نوفال ألبوم فيه بزاف رسائل، فيه غنى يهضر على الحبس، فيه غنى يهضر على الغربة، فيه كيما يقولوا بدلنا كوكتيل ما قعدناش غير في لو مام تام، بس إسينا نبدلو هاك وهاك وهاك. وزا دي بون كل خاطر البوبليك، حنا اش رانا نغنوا، اش راه يبغي البوبليك يسمع من عندنا. باسكو ابارامون محمد بشمة تيعرف يغني كاع الغنى، جي دي بيان كاع الغنى، بليزير ستيل بليزير عفسه، مي هادي الحاجه اللي البوبليك تاعي يبغاها، دونك ما نقدرش نعطي حاجه ما يتقبلها ليش. طيب انت انا نغني حبيت للبوبليك. تقول لي، حبيت تقول لي باختصار بانه الجمهور تاعك يطلب اغاني فيها الكلام عن العنف وفيها الكلام عن المخدرات، هكذا؟ علاش جوست البيت تاعكم عيط لي باش تقول لي هاد لا كيسيون ا ريبيتيسيون جوست على المخدرات؟ هذا ما كان، لا، انا حبيت نعرف هل هو الجمهور من يطلبها ولا انتم من تغنوها فقط؟ لا انا حبيت نعرف نورمالمون هاد لا كيسيون ما تبوزاش في التلفزيون، هذه هي الاولى. لماذا؟ باسكو غراس هاد لي كيسيون من نتوما اللي رديتو، وبهاد ولا واحد لي مو كانوا عايبين تنطقوا في التلفزيون. حنا هاد الغنم ما نشوفوش نغنوا في التلفزيون بريمو، سكوندو نتوما بهاد لي كيسيون هاد لي تلفزيون هاد صوالح هما اللي ردوا هاد لي صوالح نورمال، وتجيبوا دي شونتور وتقول لها بار اكزومبل مانيش عارف جيست البيت تاعكم غير هذا البيت اللي عيطوا عليه، ولا ما فهمتش اكثر. انا حبيت نعرف هل انت مقتنع بما تؤدي فقط؟ انا مقتنع بمعنى بون، انا ما اديش غير الغنى الثاني، يبقى علاه لا، ما قلتلكش تؤدي غير الغنى هذاك، ما قلتلكش، حتى نكونوا منصفين. انت تؤدي اغاني كثيره وعندك البومات كثيره فيها كلمات متعلقه بالحب بالعشق، وفيها كلمات عنيفه. هذا وش قلت لك؟ فور اكزومبل عنيفه، عنيفة في أغنية قلت إن صوتك وش كيبية، يعني وجيب لي جدرمية. أنت تتكلم على الضرب، تتكلم عن ضرب المرأة، أنا تتكلم على ضرب المرأة. ما نتكلمش على ضرب المرأة، لكن واحد ما يبغيش النساء عندها بيبليك كبير في النساء هو محمد بشنات، دونك شي با كونتخ لا فام أنايا. وقلت لك ما كاش، كاين شي غنى أومبيونس، كاين شي كاين بزاف صوالح هاك، فاهمني أخويا العزيز؟ نعم. طيب خليك معنا سي محمد، اسمعوا كلام بعض الضيوف اللي في الاستوديو، اذا حبيت تبقى معنا اكيد حتى نتناقشوا ونتبادلوا الاراء. نبدا معك سي الياس نزالي، اليوم نتكلموا على هذا الفن، هل الفن الجزائري، هل الغناء الجزائري غناء الراي عنده رساله؟ تفضل. بكري كان عنده رساله، وي نهار كان يغني حسني ونصره، وكان صح كان كاين رساله. انا دوك ماشي نشوف كاين رساله، الرسالة تاع درك عليك قلت المخدرات وكذا، انا ماناش في كونتر، هكذاك فهمني. دوك محمد بشنات ماشي غرض والله، غالب هو كي جا الجينيراسيون تاع دوك، هو راهو صغير، هو كي جا لقاها هكذا، هو مش سي با لوي كي كري سا، ماشي هو كري هذا الستيل، هو جا لقاها هكذا. دوك انا ما نلوموش هذا السيد، ما لا غالب، انا نلوم الشعب اللي راهو يسمع في هذا الشعب اللي راهو يسمع في هذه الاغاني هذه. انت واحد، انا بور موا واحد ما يحشمش يسمع اغنيه كيما هذه ويدخلها لدارهم. انا بور موا اسكو يدخلوا هذه الاغنيه لدارهم ولا ما يدخلوش؟ انت تشوف فيه موجود في الاسواق ويتباع قدام الناس وناس تسمع فيه ومنتشر. يا اخي دوكا ولات ديجا، تروح دي فلاش ديسك وطلع لك 100 اغنيه، راه كلش يتباع. ما دوك البروبليم اسكو تاع لوندا اللي ما يتراقب بكلش، ولا ما فهمناش البروبليم وراه؟ انا نلوم الشعب، الشعب ما يزيدش يسمع هذه الاغنيه، ولي شونتور ان شاء الله ربي يهدينا كاع، باسكو ماشي غير هما، مام انا معاهم كاع، ربي يهدينا نبدلوا، نسمعوا المشارقة، نسمعوا المغاربة، التوانسة، ما عندهمش هاد الصوالح هما. حنا بك اللي راهي عندنا بك في البلاد هذه، علاش راهي غير في الجزائر؟ هذا السؤال اللي حبيت نطرحه، علاش غير في الجزائر اللي راه صاري هاد المشاكل؟ على ما نشوفوهاش عند المغاربة، ما نشوفوهاش عند التوانسة، علاش عند المصريين، عند اللبنانيين؟ شوفوها غير عندنا. انت الان العيب في الفن الجزائري في غناء الراي، عيب في كلمات بذيئه او عيب في موسيقى؟ وين تشوف العيب يا ودي؟ الموسيقى هذيك سان نوتر بروبليم. نبداو بالكلمات. الكلمات راه مش قال المغنيين ومش قال ما نعموش احنا، بصح هو قال لك محمد مشنات، قال لك انا الجمهور يطلب لي. يا خويا انا محمد مشنات، انا شوف انا هو راه صغير، انا ماذا بيا هو من القدام بالك يسقم روحه، باسكو انا السيد هذا وين بدا؟ هذا قال بسم الله. نعم. بالك من الغدوه يقدر يسقم روحه. ما عندوش المغني مسؤوليه تاع الضمير انه ما عنده مسؤوليه كبيره. عنده مسؤوليه. استاذ الحفيظ تفضل. لا انا حنطرح سؤال فقط، نقول من زاويه من افسد ذوق الاخر، يعني هل
الجمهور هو الذي يدفع بهؤلاء الشباب إلى اللجوء إلى هذا النوع من الأغاني أم العكس؟ يعني من أفسد ذوق الآخر؟ الاتحاد ربما هو حلقة مفرغة نبقى فيها. المغني مثلا يقول لك معلوماتي البسيطة فقط، المغني يقول لك أنا الناشر يشترط فيها هذا النوع من الأغاني لأني أغاني أخرى ما تمشيش. يدخل العامل التجاري يقول لك أنا مضطر أني نغني هذا الغناء. نقول المجتمع الجزائري مجتمع محافظ؟ لا، رانا نكذبوا على بعضنا. المتحجبات في المحلات تاع الاشرطه يشريوا في هذا النوع من الاغاني، نساء متزوجات في الاعراس السيارات، لا في الاعراس، في الاعراس قال لحظه من لحظات الفرح، ولكن في الاعراس لابد من ما يطلبونا ما نغنوش الرايه، لابد بعض العائلات، ولا لابد ان نقول الحقيقه. يعني أنا نقول لك في السيارات في الشوارع 12 تاع الليل 10 تاع الليل نساء متزوجات، نساء متحجبات، من شباب من مختلف الاعمار في السيارات نتاعهم، تسمع ماشي فقط يسمعوهما ويزيدوا يسمعوا الناس. يعني وصل الامر الى حتى الى نقدروا نقولوا الى محاوله ارغام الاخرين على هذا الذوق. قلنا بان المجتمع كله تقريبا كله نخص بالذكر الحالات اللي قلنا عليها، ولكن المشكله الان هل هي في هذا الجو المفتوح بدافع او تحت حجه حريات الاشخاص؟ يعني انا حر دستوريا وقانونيا نسمع واش نحب وننشر واش نحب؟ لا ابدا اطلاقا، لابد ان يتكيف كل هذا المجال بقوانين. القانون الذي يعاقب على ابسط الامور ويعتبرها مخالفات، القانون الذي يعاقب على التهديد باللفظ وبالاشاره وبكل حركه حتى بالاصبع، القانون الذي يعاقب على السب بكل الطرق مهما كانت الطريقه حتى ولو كانت طريقه غير مسموعه، كيف لا يعاقب على مثل هذه الامور؟ ممتاز، راح نتكلموا على الجرائم الموجوده او إن صح التعبير ما هو موجود في الأغاني. محمد أعتقد أنه معي، محمد بن شنات هل لازلت معي؟ ما زالني معك محمد، فقط أريد أن أوضح لك نقطة لكي نكون على بينة. نحن هنا لسنا بمحاكمة، ما نش نحكم في حتى واحد، احنا تكلمناك من أجل أن تتكلم وتبدي وجهة نظرك كمغني شبابي. نعم، حبينا نهضر معك لأنك مغني شبابي وتمدنا رأيك. سمعت سي الياس نزالي قال لك احنا ما نلوموش المغنيين لانهم لقوا الوضع هكذا. هل انتم كمغني راي جيل جديد استلمتوا المشعل تاع مغنيين سابقين، لقيتوا الحاله كيما راهي هكذا ولقيتوا اغاني فيها المليح وفيها القبيح وكملتوا، كاين اللي يوجهكم ما كاش اللي يوجهكم؟ احنا كيما يقول لك دينا المشعل ولا نفور مو، هذا ست الراي ماشي الراي تاع بكري اللي نغنوه، هذا ماشي الراي كاع اللي كانوا يغنوه الناس بكري. سيتا نوتخ ستيل، سي عبد الله اخرى، سي ماشي الراي اللي غنى حسني الله يرحمه ولا اللي غنى وليد بن شناس وكاع، سي الراي تاع دروك تبدل ماذا بيا وكان يسموه الراي بليس ولا يبدلوا له اسمه ولا حاجه هكا باش ما يولوش يقول لك خسرت الراي. انا نشوف فيه سيتا نوتخ ستيل، سيتا عبد الله اخرى، هذه هي انت راك سي بلي الراي تاع بكري. سي محمد تفضل، معك سليم، معك الياس نزالي حبيبي يهضر معك، تفضل الياس. مرحبا بك، مرحبا بك. صباح محمد. السلام عليكم، شكرا خويا العزيز. لاباس الحمد لله خويا، الحمد لله. الحمد لله. انا انت خويا، انت ورانا خدمنا كيف كيف وانت عارفه هكذا. مرحبا. انا حبيت بوزي ان كيستيون، علاش كادر جابوني وعاقل الله يرحمه؟ انت تستمع اليه محمد؟ محمد بن شنات، اعتقد ان هناك خلل في المكالمه، راح نعاودوا نتصلوا ب تفضل تقدموا لنا الفكره تاعك. نعم، عاقل الله يرحمه كادر جابوني عندهم شعبيه ولا ما عندهمش؟ شعبيه ربي كادر عنده شعبيه، اكبر شعبيه في الجزائر هكذا. انا ما يغنيش حاجه مش مليحه. عاقل الله يرحمه علاش ما يغنيش حاجه مش مليحه؟ اسكو اوني اوبليجي نسبو باش نولوا معروفين؟ هذه اللي هو السؤال المطروح. السؤال المطروح. نعم، محمد بن شنات هل انت معي؟ محمد بن شنات. نعم. قال لك سي الياس، قال لك كاين مغنيين كثير في الساحه الوطنيه مشهورين ومعروفين واغانيهم تمشي في الاسواق ولكن يغنوا كلمات مليحه. قال لك سؤال، هل يجب على المغني ان يسب في الاغاني باش يمشي في السوق الاقراص تاعو؟ لا ما لازمش، بصح دوك المغنيين كان يغنوا غنى ومن بعد سقموا كيما بزاف غنى تاع بكري الراي، تاع بكري الراي كان غصبة ومن بعد تبدل ومن بعد كل واحد مي ابخي افورس 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 تيسي اشاك فوا كيما يقول لك تبدل صوالح اللي ماشي ملاح، اشاك فوا تنقي على مداري ما تقدش ديرك، ما نجي نقول ما تقدش، مي كل واحد كيبدا
مانيش نقول انا نقعد هاك ولا اخر يقعد هاك، وما رانيش نلوم الشونتور وما نلومش البيبليك، دي دو كوتي. البيبليك راه يبغي هاد السؤال دروك حاليا، ما نقولكش انا البيبليك ما يسواش، ولا نوض انا نعاير البيبليك غادي يدور عليا يقول لي احنا نسمعوك تتهضرين هكا، وما نقولش ثاني الشونتور مي هاك وهاك، ونقول ثاني محمد باش الناس ما راهش يغني غير الغناء. عندي بليزير، عندي بليزير سي جي، عندي شحال من حاجه، عندي شحال من رساله في ليزابون تاعي، مي هما لا ما يهضرولكش على حاجه هكا، يروحوا لك ديريكت لديك النقطه اللي ما تبانش كاع. طيب جميل جدا سي محمد، تفضل استاذ الحفيظ. يعني فقط تقدر تساله تقول له هل يعلم، او معك المباشر، يعني يقدر هل يعلم ولا لما يكون يقوم بإجاز اغاني هل يراجع الجانب القانوني؟ هل يعلم مثلا بانه راح يكون تحت طائله قانون العقوبات؟ هل يعلم مثلا انه يقدر يكون محل متابعه قضائيه تحت اي ظرف؟ يعني ما يعلمش، هو لا يبالي يدير اليوم اغنيه على المخدرات لما يشوف ما فيش متابعه، ما فيش مصالح تراقبه، ما فيش مصالح تراسله، ما فيش مصالح تطلب منه يسحبها، ما فيش ولا اي جهه. ينتقل الى الحديث عن العنف وهكذا، يعني هو ينقل الجو ربما اللي عايش فيه. لكن هو قال لك كلام مليح، قال لك انا هذا واش يطلبوا منه المستمع، يعني هذا الاشكال الكبير. يعني هو لو المستمع ما يطلبش هذيك الاغنيه هو ممكن ما يخرجهاش. لا لا لا، لو كان يطلب من المستمع يسب الدين، هل راح يسب الدين مثلا، يسب الدين الاسلامي في الاغاني تاعو؟ محمد سمعت كلام الاستاذ محمد، تفضل. انا نسمع وكان يقول يسب الدين، ما غاديش يسب الدين. وانا هضرت على المخدرات، انا شي بابلو اسكوبار، هذه اغنيه جيس، مش انا اللي ندخل المخدرات للجزائر ولا البلاد اخرى، راك فاهمني. ولكن تسمح لي فقط، ما تنساش بانك الاغاني نتاعك انت يسمعوها الاطفال الصغار ويسمعوها الامهات في البيوت، ولما الطفل صغير ياخذ المصطلحات اللي ما لازمش تتسمع يعرفها. تسمح لي فقط، اللي لازم الطفل يعرفها بعد بلوغ 18 سنه، اللي في عمره 6 سنوات يحفظ الاسماء تاع المخدرات والاصناف نتاعها، والارتيست ياخذ الاسماء تاع العنف كلها. نعم. الطفل الصغير يعرفها ويرددها في المدرسه ويرددها في الشارع للاسف. اذا تحولت كلمات الاغاني والاغاني تحولت الى مدارس لتلقين الاطفال الصغار هذا النوع من المخدرات. طبعا وكلكم تعرفوا، ومناش نقولوا في حاجه جديده، كل المشاهدين يعرفوا، مناش نقولوا في حاجه، ولكن اللوم، كل اللوم هو القانون من جهه، ولكن لابد ان يكون السيف من الجهه الاخرى. بمعنى انه القانون موجود، الراقبك اذا خليت بالقانون، اذا حسيت بانك تشكل خطر على اي فئه من فئات المجتمع، والله على الاداب العامه، والله الاخلال بالحياء العام، والله المساس بكثير من الثوابت تاع الوطن كلها، القانون يعاقب على ابسط الامور. كيف لا يعاقب على اشياء اصبحت ملك العامه، يعني ملك الجميع، تنتشر عند الشباب، عند الاطفال، عند الامهات، عند المتحجبات، عند كل اصناف المجتمع. وهذا الشكل من المغنين رايحين يزيدوا، يعني يوم بعد يوم يزيد، يهزوا على بعضهم، تحس بانه لا مش يهزوا بعض، يعرفوا كل واحد يشوف بان هذه هي البضاعه الرائجه في السوق. لا، حتى سابقا كان عندهم مغنيين قدوه، الان القدوه هؤلاء. طبعا رايحين جينيراسيون اخرى. تفضل سي سليم. جينيراسيون اللي جايه وين راه؟ وين كي تسمع هذه الاغنيه؟ صافي جينيراسيون الاخرى تزيد دير بير على هادو. حنا نحوسوا من درك تتقم باش الجينيراسيون اللي جايين ما يزيدوش يروحوا في الهلاك. وكاين مشكل اخر، كاين مشكل المغنيين، كاين مشكل الروبوتيك، كاين مشكل القنوات اللي راهم يجوزوا في دي شونتور ما يقدرناش يجوزوا. انا شفت دي شونتور يا خاوتي، انا ما نقدرش نسمعو، امبوسيبل، سي با بوسيبل تخلي ان شونتور يجوز في قناه فضائيه والناس تشوفنا قاعيتك في المغرب، في المشرق، في فاهمني، دوكا كاين ساتيليت. صحيح. اسكو عندك سي لوجيك تاع، اسكو ما كاش شي كوميسيون لازم باش يجوز باش ما يجوزوش هاد الناس؟ انا ديما ما فهمتهاش. جوز ان شونتور ما يعرفش يغني، يا ناس ما يعرفش يغني، ومن بعد نسمع الناس يقول لك واش باش بيه. هذا هو الذوق، الذوق العام انحدر. لا، مشكلة في الذوق العام. انت فتحت موضوع هو موضوع عميق جدا في انت راح تمسيت مباشرة خلفيات وأسباب التي تغذي العنف، يعني لا سورس اللي تغذي العنف في الجزائر، من بينها هذا النوع من الفن. ما رانيش نقول في كلام جديد، ومانيش ربما نتهجم على هذا النوع من الفن إذا قلنا بأنه فن، ولكن حقيقة يعني مرة أخرى قلت بلي أنت حطيت يدك على الجرح. قبل أيام كنا نتحدثوا على العنف المتصاعد، ونتحدثوا على عمليات القتل والاختطاف وما حدث بعد ذلك من مطالب شعبية وجماهيرية. الآن اللي حب يدرس ولا اللي حب يوقف هذا النزيف لابد أن يروح كما ذهبت أنت، يروح إلى هذه الجروح فليعالجها جميعا، من بينها هذا النوع. أين هي مصالح الرقابة؟
ما تقوليش هذا النوع من الاغاني راه مصرح به امام الديوان الوطني لحقوق المؤلف. انا مصرح به. هل هذه هذا ابداع؟ هل هذا يسجل كابداع عند حقوق المؤلف ومحمي من طرف مصالح الدوله؟ وما تقوليش ايضا بانه يتلقاو اموال على التصريح امام الديوان الوطني لحقوق التاليف وياخذوا دوريا اموال. بمعنى وما تقوليش ايضا بان القنوات تستضيف هذا النوع على اساس انه الجماهير تطلبهم. الجماهير تم افساد الذوق نتاعها كشخص الذي ياخذ كثير من جرعات المخدرات وبعد ما يقدرش يعيش بدون المخدرات واللي يطلبها دائما لازم دائما نوفروها له. نفس الشيء اذا راح نحكيوا في الاخير راح نوصلوا الى خلاصه اين هي مصالح الدوله. والله على من تقع المسؤوليه. ممتاز جدا. كل طرف يرمي المسؤوليه على طرف اخر. ممتاز جدا. للاسف محمد بن شنات قطع المكالمه ولم يريد التواصل او ان يواصل معنا في هذا العدد حول اغاني الراي رغم انه يلقى النقد الكثير حول اغانيه بسبب كلماتها. معنا مباشره ايضا الشيخ شمس الدين الداعيه. الشيخ شمس الدين اهلا بك. بدايه نعيش اليوم وسط مناخ وسط بيئه تغذي العنف وتغذي كل ما هو تغذي الافات الاجتماعيه. تربيه الاطفال والمراهقين والاحداث تفرقت اليوم من الاسره والمدرسه وذهبت الى الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي وحتى الغناء الذي يسمع لدى هؤلاء الفئات والشباب والمراهقين ولكن غناء بكلمات بذيئة دون رقابة من طرف السلطة وبعدها نتساءل لماذا الجرائم ولماذا المخدرات وإلى غيرها. أولا دعني ننبه إلى أن عشرات الأئمة فصلوا من مناصبهم وجوزوهم إلى مجالس التأديب لأنهم قالوا كلام فهم على أنه يدعو إلى العنف. فهم يعني مجرد تأويل فهم على أنه يدعو إلى العنف فصل وبعضهم يقبع في السجون لأن هناك مراقبة. المشكل من يراقب هؤلاء الذين يسمون بالفنانين؟ من يراقبهم؟ قل لي بالله عليك لما الشاب قادير يغني غنية يقول نديها ونروح ولا طيحة روح نديها ونروح ولا طيحة روح. وهذه الأغنية هي التي استند إليها الشاب اللي خطف طفلة في ساحة أول ماي ادخل سكران إلى البيت وهو يغني نديها ونروح ولا طيحة روح ودى طفلة. وهذه الأغنية هي التي استند إليها الدركي الذي قتل الخطيبة نتاعو يماها لأنهم رفضوا في الأخضرية لأنهم رفضوا بس يزوجوه بالطفلة تخليهم بالسلاح وقال نديها ونروح ولا طيحة روح. يعني لما يستند الشباب والناس إلى هذه الأغنية أليس هذا عنف؟ هذا بن شنات الآن أنا أتمنى فقط ما يكون شارب الإكستازي هذا ما كان لأن راوي القنية تاعو يقول جيبوني الإكستازي والإكستازي يمنعها القانون. شكون يراقب هؤلاء؟ لما كتبوا لهم هذه الكلمات باش يغنوها راحوا شافوا جهة قضائية أو لست أدرية جهة ثقافية تراقب هذه الكلمات كيف نسمحوا لآلاف مؤلفة من الشباب يتاخذوا القدوة نتاعهم إنسان يطلب الإكستازي جيبوا لي الإكستازي باش يذهب عقله وعقول آلاف مؤلفة من هؤلاء الشباب. هذه دعوة صريحة إلى العنف وعلى الجهات الأمنية والقضائية أن تتحرك ولا تسكت لأن هؤلاء الآلاف من الشباب لما تمشي بينهم الإكستازي أنت تعلم ما يقع داخل المجتمع. أنا مانيش نتكلم لك من باب الحلال والحرام نتكلم من باب المنطق والواقع. فنان يطلع في المنصة ويدعو جهة النهار باش يشرب المخدرات والآخر يقول لك جيبوا نديها ونروح يعني يدي طفلة ولا طيحة روح طيحة روح صراحة يدعو إلى القتل يعني هذا عنف. المشكل أن الأئمة مراقبون وهؤلاء لا أحد يراقبهم. افعل ما تشاء افتح كباري وجيب واحد من أشباه الفنانين وسلم له الشباب وسلم له الحماية وكتب بعينك ماذا يقع في الملاهي والتسويق. لا الخطر اختيار زوج في ملعب في قلمة مؤخرا صاحب ملعب في مقام الشهيد يذبح نفسه يعني هذه هي الطبقة اللي حين تسلموا لها المجتمع. نعم. هؤلاء يعني يؤتمنون على الشباب هؤلاء نسلموا لهم أولادنا يقودوهم يعني إلى غيابات من الضلال ومن الظلام. والله أنا أدعو أول شيء على الأقل
لما يكتبوا لهم كلمات تكون كاينه جهه مثقفه عالمه عليمه باحوال المجتمع تراقب هذه الكلمات، يعني تراقب ماذا يقولون. هذا الخطاب العجيب ان الرقابه كلها مسلطه على المساجد، الرقابه كلها مسلطه على ما يقول الائمه في المنابر، اما ما يقول هؤلاء في منابرهم من فساد ودعوه صريحه للقتل والزنا والسرقه، ثم والله دعوه صريحه لبغض الجزائر وكره الجزائر. كاين الرأس ما يقدرش يقولها يدعو فيها صاحبها يقول هذه الجزائر بلاد ميكي، هكذا آلاف مؤلفة من الشباب يغني لهم أن الجزائر هذه ما تسواش وأن الأفضل هو العرب، شيخ شمس الدين، وأن الأفضل ترك الزواج وتدمير البيوت وتطليق النساء. شيخ شمس الدين، كل هذا يمر علينا مرة كثيرة. أغري على المقاطعة، محمد بن شنات يريد تدخل للرد على ما تم أو الرد على أقوالكم. محمد بن شنات تفضل. السلام عليكم. الأولى بالأولين أنا ما قطعتش، وشيخ شمس الدين جيبو ريسبكت بارابور على الحياة اللي دايرها. ودوزيامون باش تقول محمد إلا مرة شارب ليك ساكير يهضر معاكم عيب عليك، نورمال واحد إمام اللي يمثل البلاد وما يهضرش هاد الهضرة. والثالثة إمام اللي يعرف ليك ستا بور موا سي با نورمال، والرابعة بور موا إمام اللي يهضر في التلفزيون ويقول في إيميسيون حياتي كاملة راحت واي واي، أنا الإمام اللي يعرف واي واي ماشي هكا. السلام عليكم. شكرا. طيب تفضل الشيخ، تفضل الشيخ. نعم تفضل الشيخ. انت اللي غنيت هذه الاغنيه. شيخ تفضل الكلمه لك، تفضل. انا قلت لك بالحقيقه، انت اللي قلت هذه الكلمات ماشي انا اللي كتبتهم لك. وين هو العيب؟ العيب لما قلت لك لا تقول هذا الكلام، ولا العيب لما قلت انت اك تدعو جيران صراحه الى الاكستازي؟ الاكستازي هي ماده تذهب العقل، مخدره. أين الداخل الوطني؟ أين الأمن؟ أين الدولة الجزائرية؟ كيف عيب علي؟ عيب علي أن أقول لك لا تقول هذا الكلام. لا، هو يتعجب كيف لرجل الدين أن يعرف هذه الأنواع من المخدرات. من لم يعرفها في الجزائر؟ لا، كل هو يعرف هذه الأنواع هو لأن مئات المستفيدين يأتون إلي ويسألونني. تسمح لي شيخ، هو يتساءل ولكن هو يجهل بأنه هو اللي ينشر هذه الكلمات. أيضا هل تظن بأن الإمام يعرف فقط الجنة والنار، يعرف الصلاة ومعركة بدر ومعركة أحد فقط؟ هل هذا الإمام هوش عايش داخل المجتمع الجزائري؟ محافظ الشرطة أو الشرطي لما يعرف الإكستازي ويعرف كل أنواع المخدرات ولا الأسلحة، هل تقول له علاش تعرفهم أنت رجل القانون، كيفاش تعرف المخدرات؟ الآن تريدون أن تستحوذوا حتى على الكلمات وحتى على كل هذا النوع، تفسدون الذوق العام، ثم تريدون أن لا يعرف الناس الأئمة يبقوا ما يعرفوش يسمعوا كلمة إكستازي، يصبحون كما يقولوا بعض الشعوب كالأطرش في الزفة. يعني كأنه حبي قلنا خلوا الشباب يشربوا الإكستازي وما تهضرش عليها. وانت إمام تحدث عن الجنة ممتاز. والنار وعن عن الصلاة وعن كل شيء، وخليك من مجالات أخرى. الياس سمعت وش قال محمد بن شنات؟ قال لك أنا مانيش ننشر، حبي يتهرب من القضية. شوف محمد بن شنات، أنا فهمته، أنا يعني فهمه محمد بن شنات. قال لك أنا بديت هكذا، قال لك ماذا بين سقم روحي مور هذا ان شاء الله، يعني بعد ان ينشر هذه الامور. ان شاء الله انا بور مو ان شاء الله محمد يسقم روحه في من القدام، راه عنده شعبيه درك، يقدر واحد هو درك يقدر واحد يسقم روحه بالشعبيه هذه تتبعه، يقدر يسقم كلامه، فاهمني؟ ممتاز. درك الا غلط قال لك كل واحد كل بالي عندهم خطا، راح يفقد كثير من جمهوره، لانه لازم نقولوا الحقيقه. ما يتقلش علاش يفقد الى دار لا ريشيرش. حتى الجمهور هذا الجمهور ذوقه هكذا. قلنا السؤال من افسد ذوق الاخر؟ الجمهور الان اذا توقف حب يولي الان يقدم اغاني على شكل اغاني ام كلثوم مثلا او اغاني شرقيه، ما راحش يسمعوا له الان. ليس الجمهور كامل، فئه فقط. لا، ولكن يصبح العامل، هو العامل في الاول والاخير هو تجاري المال، يعني ما تلفوش ودوره، هو العامل هو المال. دراهم بالنسبه للمغني ولا بالنسبه للشخص اللي ينشر له الاغاني. الان روحه مباشره قال هل هذا النوع من الاغاني يشكل جرائم ام لا؟ اذا كان هذا هو الشق المهم، اذا كان يشكل جرائم، اذا كل شوف الديوان الوطني لحقوق المؤلف فعنده لجنه قراءه، لما تجي النصوص يقراوها. هذ الناس هذو يعرفوا القانون ولا ما يعرفوش القانون؟ لما يعتمدوا هذه الاغاني ويعطيوها براءه الاختراع كانها ابداع، هذ الناس مسؤولين ام لا؟ هم ايضا مسؤولين. اذا بدات انطلقت التحقيقات ما لازمش تتوقف، لازم تجيب كل شخص في كل المجالات.
ألا تعاقب الأحزاب السياسية عندما تدعو إلى العنف؟ ألا تعاقب؟ ألا يعاقب قانون الجمعيات الأحزاب السياسية عندما تدعو إلى العنف؟ كما قال الشيخ شمس الدين، ألا تعاقب القوانين الأئمة عند الدعوة إلى العنف؟ لماذا لا يعاقب هؤلاء؟ ليس فقط لا ليس فقط الدعوة إلى العنف. لحظة مشيت تسجلوا في استديو باش نفهموا. لا مهمش هو هي تسوق وتسجل في الفلوس. كاين حوايج ما يتسوقوش. كيف شنو يخرجوا لايف من 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 السهرات من السهرات وتلقاهم في الانترنت وكاين اقراص عند ما تقدرش تقبض كاع هذوما. طيب معليش انا راح الشيخ شمس الدين ربما اذا كان بقى معي الشيخ شمس الدين لا ادري. نعم. نعطيك كلمه ختاميه حتى نروح الفاصل تفضل باختصار. اسمح لي حبيت ندير تعليق. اولا هذا البنت شناتي يقول لي عيب عليك. عيب عليا على ماذا؟ انا اللي نشرت اكستازي، انا اللي غنيت عليها. انا اريد ان يفهم هذا الشاب ان هذه الماده مخدره محرمه شرعا ممنوعة قانونا. فإذا دعا إليها في أي مكان ولو في أغنية هذا ممنوع شرعا ممنوع قانونا، وعليه أن يسمع النصيحة كيف يصلح نفسه. هذه مسألة. مسألة ثانية مسألة الذوق، يعني بحجة أن جزء من الناس يحبون هذه الأشياء نروحنا نغنوها لهم ونبروها لهم. سبحان الله، الأنبياء لم تكن هذه طريقتهم. سيدنا لوط عليه السلام الناس كلها كانت على فساد، ولكن هو قال كلمة الحق ووقف ضدهم. سيدنا نوح عليه السلام، يعني كيف إنسان يعني يجاري الناس، لأن هذه الأشياء مطلوبة عند الناس. على بالنا باللي الفساد كائن عنده أنصار والفساد له حزبه، ولكن نحن نتكلم عن الحق وعن العقل وعن الصدق، نقول لا لهذه الأشياء. أنا أريد أن أوجه نداء، أين الظرف الوطني والشرطة وأين الأمن وأين القضاء لما يتعلق الأمر بالدعوة صراحة جهارا إلى العنف وإلى شرب المخدرات في هذه الكباريات وفي هذه الأغاني؟ جميل. شكرا. لماذا ما سمعنا حتى فينا نقدموه على الأقل إلى هيئة تأديبية، على الأقل إلى مجلس تأديبي، على الأقل أقول. شيخ شمس الدين شكرا. هذا دليل على أن هناك تشجيع للفساد وسكوت عن الفساد. شكرا لك الشيخ شمس. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. نحن نناقش في هذا العدد أغاني راي تروج للمخدرات، الدعارة والقتل، أين هي الدولة؟ سمعت أستاذ عبد الحفيظ وش قال الشيخ شمس الدين قبل الفاصل، تفضل. طبعا الشيخ شمس الدين تساءل أين هي مصالح الدولة، يقصد مصالح الأمن، يقصد الأجهزة القضائية. سؤال في محله. كثير من الناس ربما كثير من المشاهدين يحبوا يعرفوا رأي القانون، يتساءلوا هل القانون الجزائري عاقب هذا النوع من الفن؟ بين قوسين، صراحة لا توجد نصوص تعاقب على هذه الأفعال مباشرة، ولكن المنظومة التشريعية الموجودة تصلح لأن تكون مواد قانونية للمتابعة. يعني الإطار العام موجود، القانون الجزائري يعاقب على التهديد، يعاقب على السب، يعاقب على التحريض على القتل، يعاقب على التحريض على استهلاك المخدرات، يعاقب على كل شيء. ولكن نكتفي بالإطار العام، نكتفي بهذه النصوص، ولكن من يتحرك؟ هذه ليست في أولويات الأجهزة الأمنية وما هيش أولويات الأجهزة القضائية. تعليمات سادة وكلاء الجمهورية لما يكون الأمر خطير يقولوا لهم قدموا لنا الأطراف، باقي الأمور كلها تروح عن طريق البريد. مصالح الأمن تروح ليها أنت كشخص كمواطن، تدخل أي مركز تقول لهم أنا جيت نقدم شكوى على أساس أنه فيه نوع من الأغاني ساقطة أو فيه نوع من الأغاني اللي تدعو إلى العنف وتحضر العنف ولا كل الجرائم الموجودة، راح نضحكوا عليك طبعا، راح يشوفوك مجنون. أنت تتحدث كمواطن يريد تطبيق القانون، يريد أن يضع حد. في كثير من البلدان هناك اجتهادات قضائية يقوم بها محامين، يقوم بها رجال القانون، يقدموا شكاوى في مثل هذا النوع من القضايا لأجل وقف بث هذا النوع من الأغاني. ولكن قلت لك الآن المشكل المشترك بين القانون ومصالح الأمن والجهاز القضائي، إذا فيه إصرار، إذا فيه عزيمة، إذا أراد المسؤولون عن هذه الأجهزة من غدوة في ظرف 24 ساعة يتحركوا لأجل وقف على الأقل ما تعلق بالعنف وبالمخدرات وبالأمور الغير مباشرة ولا اللي فيها تلميح نخليوها، الأمور المباشرة راح يقضيوا على الأمر حتى على كل الجهات. راهم داروا عملية إتلاف لحوالي 100 قرص، يعني مليون قرص. لا لا هم يعاقبوا شاب عز الدين غنى على سامحني غنى على السياسة سامحني غنى على السياسة شاب عز الدين باش نفهموا حاجة. شاب عز الدين غنى على السياسة، داوها الحبس هكذا، يعني لا تلمس شيء إلا السياسة.
تغني في اي شيء الا السياسه. هذا هو ربما تفضل السياسه. لا لا انا شوي كونتر بزاف خويا، انا بابنا نقول نكذب عليك، انا شوي كونتر بزاف حوايج في هذا الشوارع صار في الجزائر دوك العنف هادو. ما صح نتوما اونطونك جورناليست لازم تهضروا عليهم، باسكو الغناء راه يدي القتل او يدي كيما يقولوا يسرقوا دراري يشربوا المخدرات. انا شوي داكور افيك فو، بصح البروبليم نيفو راه طاح كاع. حنا اونطونك الجيريان انا ما عجبنيش الحال، نيفو هبط في الجزائر، هبط بزاف حتى وين راه يتكركر اغاني ام العكس. يعني من افسد ذوق الاخر لتحدث، ربما هو حلقه مفرغه نبقى فيها. المغني مثلا يقول لك معلوماتي البسيطه فقط، المغني يقول لك انا الناشر يشترط فيا هذا النوع من الاغاني لاني اغاني اخرى ما تمشيش. يدخل العامل التجاري يقول لك انا مضطر اني نغني هذا الغناء. نقولوا المجتمع الجزائري مجتمع محافظ؟ لا، رانا نكذبوا على بعضنا. المتحجبات في المحلات تاع الاشرطه يشريوا في هذا النوع من الاغاني، نساء متزوجات في الاعراس سيارات لا في الاعراس في الاعراس قال لحظه من لحظات الفرح، ولكن الاعراس لابد من ما يطلبونا ما نغنوش الراي. لابد بعض العائلات، ولا لابد ان نقول الحقيقه. يعني انا نقول لك في السيارات في الشوارع 12 تعليل 10 تعليل نساء متزوجات نساء متحجبات من شباب من مختلف الاعمار في السيارات نتاعهم تسمع، ماشي فقط يسمعوهما ويزيدوا يسمعوا الناس. يعني وصل الامر الى حتى الى نقدر نقول الى محاوله ارغام الاخرين على هذا الذوق. قلنا بان المجتمع كله تقريبا كله نخصه بالذكر الحالات اللي قلنا عليها، ولكن المشكله الان هل هي في هذا الجو المفتوح بدافع او تحت حجه حريات الاشخاص؟ يعني انا حر دستوريا وقانونيا نسمع واش نحب وننشر واش نحب؟ لا ابدا اطلاقا. لابد ان يتكيف كل هذا المجال بقوانين. القانون الذي يعاقب على ابسط الامور ويعتبرها مخالفات، القانون الذي يعاقب على التهديد باللفظ وبالاشاره وبكل حركه حتى بالاصبع، القانون الذي يعاقب على السب بكل طرق مهما كانت الطريقه حتى ولو كانت طريقه غير مسموعه، كيف لا يعاقب على مثل هذه الامور؟ ممتاز. راح نتكلموا على الجرائم الموجوده او صح التعبير ما هو موجود في الاغاني. محمد اعتقد انه معي، محمد بن شنات هل لازلت معي؟ ما زالني معك محمد. فقط اريد ان اوضح لك نقطه لكي نكون على بينه. نحن هنا لسنا بمحاكمه، ما لسنا نحكم في حتى واحد، احنا تكلمناك من اجل ان تتكلم وتبدي وجهه نظرك كمغني شبابي. نعم. حبينا نهضر معك لانك مغني شبابي وتمدنا رايك. سمعت سي الياس نزالي قال لك احنا ما نلوموش المغنيين لانهم لقوا الوضع هكذا. هل انتم كمغني راي جيل جديد استلمتوا المشعل تاع مغنيين سابقين، لقيتوا الحاله كما راهي هكذا ولقيتوا اغاني فيها المليح وفيها القبيح وكملتوا، كاين اللي يوجهكم ما كاش اللي يوجهكم؟ احنا كما يقول لك دينا المشعل ولا نفرموا هذا ست الراي، ماشي الراي تاع بكري اللي نغنوه، هذا ماشي الراي قال لي خلينا نغنوا الناس بكري. سي تان نوتخ ستيل، سي عبد اخرى، سي ماشي الراي اللي غنى حسني الله يرحمه ولا اللي غنى وري بن شناس وكاع. سي الراي تهضر وقت تبدل ماذا بيا وكان يسموه الراي بليس ولا يبدلوا له اسمه ولا حاجه هكا باش ما يولوش يقول لك خسرتوا الراي. انا نشوف فيه سي تان نوتخ ستيل، سي تان عبد اخرى، هذه هي. انت راك سي بليس الراي تاع بكري. سي محمد تفضل، معك سليم، معك الياس نزالي حبي يهضر معك، تفضل الياس. مرحبا بك خويا، مرحبا بك. صباح محمد. السلام عليكم، شكرا خويا العزيز. لاباس بخير؟ الحمد لله خويا، الحمد لله. الحمد لله. انا انت خويا، انت ورانا خدمنا كيف كيف وانت عارفه هكذا. مرحبا. انا حبيت بوزي ان كيستيون، علاش كادر جابوني وعاقل الله يرحمه؟ انت تستمع اليه محمد؟ محمد بن شنات. اعتقد ان هناك خلل في المكالمه، راح نعاودوا نتصلوا ب تفضل تقدمونا الفكره تاعك. نعم. عاقل الله يرحمه كادر جابوني عندهم شعبيه ولا ما عندهمش؟ شعبيه ربي كادر عنده شعبيه، اكبر شعبيه في الجزائر هكذا. انا ما يغنيش حاجه ماشي مليحه. عاقل الله يرحمه علاش ما يغنيش حاجه ماشي مليحه؟ اسكو اوني اوبليجي نسبو باش نولوا معروفين؟ هذه هي السؤال المطروح. السؤال المطروح. نعم. محمد بن شنات هل انت معي؟ محمد بن شنات. نعم. قال لك سي الياس قال لك كاين مغنيين كثير في الساحه الوطنيه مشهورين ومعروفين واغانيهم تمشي في الاسواق
ولكن يغنوا كلمات مليحة. قال لك سؤال، هل يجب على المغني أن يسب في الأغاني باش يمشي في السوق الأقراص تاوعو؟ لا ما لازمش، بصح دوك المغنيين ثاني غنوا غنى ومن بعد سقموا كما بزاف غنى تاع بكري الراي، تاع بكري الراي كان غصبة ومن بعد تبدل ومن بعد كل واحد كذا مي أبخي أفورسا فورسا فورسا فورس تيسي أشاك فوا كيما يقول لك تبدل الصوالح اللي ماشي ملاح، أشاك فوا تنقي على مداري ما تقدش ديرك، مانيش نقول ما تقدش، مي كل واحد كيبدا، مانيش نقول أنا نقعد هاك ولا آخر يقعد هاك، وما رانيش نلوم الشونتور وما نلومش البيبليك، دي دو كوتي، البيبليك راه يبغي هاد الصوالح دروك حاليا، ما نقولوش أنا البيبليك ما يسواش ولا نوض أنا نعاير البيبليك غادي يدور عليا يقول لي واحد بمعنى وما تقوليش أيضا بأن القنوات تستضيف هذا النوع على أساس أنه الجماهير تطلبهم، الجماهير تم إفساد الذوق نتاعها كشخص الذي ياخذ كثير من جرعات المخدرات وبعد ما يقدرش يعيش بدون المخدرات واللي يطلبها دائما، لازم دائما نوفروها له، نفس الشيء. إذا راح نحكيو في الاخير راح نوصلوا الى خلاصه، اين هي مصالح الدوله؟ والله على من تقع المسؤوليه؟ ممتاز جدا، كل طرف يرمي المسؤوليه على طرف اخر. ممتاز جدا. للاسف محمد بن شنات قطع المكالمه ولم يريد التواصل او ان يواصل معنا في هذا العدد حول اغاني الراي، رغم انه يلقى النقد الكثير حول اغانيه بسبب كلماتها. معنا مباشره ايضا الشيخ شمس الدين الداعيه. الشيخ شمس الدين اهلا بك. بداية نعيش اليوم وسط مناخ وسط بيئة تغذي العنف وتغذي كل ما هو تغذي الآفات الاجتماعية، تربية الأطفال والمراهقين والأحداث تفرقت اليوم من الأسرة والمدرسة وذهبت إلى الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي وحتى الغناء الذي يسمع لدى هؤلاء الفئات والشباب والمراهقين، ولكن غناء بكلمات بذيئة دون رقابة من طرف السلطة، وبعدها نتساءل لماذا الجرائم ولماذا المخدرات وإلى غيرها. أولا دعني ننبه إلى أن عشرات الأئمة فصلوا من مناصبهم وجوزوهم إلى مجالس التأديب لأنهم قالوا كلام فهم على أنه يدعو إلى العنف، فهم يعني مجرد تأويل، فهم على أنه يدعو إلى العنف، فصل وبعضهم يقبع في السجون لأن هناك مراقبة. المشكل من يراقب هؤلاء الذين يسمون بالفنانين؟ من يراقبهم؟ قل لي بالله عليك لما الشاب قادير يغني غنية يقول نديها ونروح ولا طيحة روح، نديها ونروح ولا طيحة روح، وهذا الأغنية هي التي استند إليها الشاب اللي خطف طفلة في ساحة أول ماي، ادخل سكران إلى البيت وهو يغني نديها ونروح ونطيح روح ودى الطفلة، وهذه الأغنية هي التي استند إليها الدوكي الذي قتل الخطيبة نتاعو يماها لأنهم رفضوا في الأخضرية، لأنهم رفضوا بس يزوجوه بالطفلة، تخليهم بالسلاح وقال نديها ونروح ولا طيح روح. يعني لما يستند الشباب والناس إلى هذه الأغنية أليس هذا عنف؟ هذا بن شنات الآن أنا أتمنى فقط ما يكون شارب الإكستازي، هذا ما كان، لأن هو القنية تاعه يقول جيبوني الإكستازي والإكستازي يمنعها القانون، شكون يراقب هؤلاء؟ لما كتبوا لهم هذه الكلمات باش يغنوها راحوا شافوا جهة قضائية أو لست أدرية جهة ثقافية تراقب هذه الكلمات، كيف نسمح لآلاف مؤلفة من الشباب يتخذوا القدوة نتاعهم إنسان يطلب الإكستازي جيبوا لي الإكستازي باش يذهب عقله وعقول آلاف مؤلفة من هؤلاء الشباب؟ هذه دعوة صريحة إلى العنف، وعلى الجهات الأمنية والقضائية أن تتحرك ولا تسكت، لأن هؤلاء الآلاف من الشباب لما تمشي بينهم الإكستازي أنت تعلم ما يقع داخل المجتمع. أنا مانيش نتكلم لك من باب الحلال والحرام، نتكلم من باب المنطق والواقع. فنان يطلع في المنصة ويدعو جهة النهار باش يشرب المخدرات، والآخر يقول لك جيبوها نديها ونروح، يعني يدي طفلة ولا طيحة روح، طيحة روح صراحة يدعو إلى القتل، يعني هذا عنف. المشكل أن الأئمة مراقبون وهؤلاء لا أحد يراقبهم، افعل ما تشاء، افتح كباري وجيب واحد من أشباه الفنانين وسلم له الشباب وسلم له الحماية وراك تشوف بعينك ماذا يقع في الملاهي والتسويق. لا الخطر اختيال زوج في ملعب يقال مع
مؤخرا صاحب ملعب في مقام الشهيد يذبح نفسه. يعني هذه هي الطبقة اللي حين تسلموا لها المجتمع. نعم. هؤلاء يعني يؤتمنون على الشباب، هؤلاء نسلموا لهم أولادنا يقودوهم يعني إلى غيابات من الضلال ومن الظلام. والله أنا أدعو أول شيء على الأقل لما يكتبوا لهم كلمات تكون كائنة جهة مثقفة عالمة بأحوال المجتمع تراقب هذه الكلمات، يعني تراقب ماذا يقولون. هذا الخطاب العجيب أن الرقابة كلها مسلطة على المساجد، الرقابة كلها مسلطة على ما يقوله الأئمة في المنابر، أما ما يقوله هؤلاء وما نقول ثاني السونتير مي هاك وهاك محمد، ونقول ثاني محمد باش الناس ما راهش يغني غير الغناء. عندي بليزير سي جي، عندي شحال من حاجه، عندي شحال من رساله في ليزابون تاعي، مي هما لا ما يهضرولكش على حاجه هكا، يروحوا لك ديريكت لديك النقطه اللي ما تبانش كاع. طيب جميل جدا سي محمد، تفضل استاذ الحفيظ. يعني فقط تقدر تسأله تقول له هل يعلم أو معك المباشر، يعني يقدر هل يعلم والله لما يكون يقوم بإجاز أغاني هل يراجع الجانب القانوني، هل يعلم مثلا بأنه راح يكون تحت طائلة قانون العقوبات، هل يعلم مثلا أنه يقدر يكون محل متابعة قضائية تحت أي ظرف؟ يعني ما يعلمش، هو لا يبالي يدير اليوم أغنية على المخدرات لما يشوف ما فيش متابعة، ما فيش مصالح تراقبه، ما فيش مصالح تراسله، ما فيش مصالح تطلب منه يسحبها، ما فيش ولا أي جهة. ينتقل إلى الحديث عن العنف وهكذا، يعني هو ينقل الجو ربما اللي عايش فيه. لكن هو قال لك كلام مليح، قال لك انا هذا وش يطلبوا من المستمع، يعني هذا الاشكال الكبير. يعني هو لو المستمع ما يطلبش هذيك الاغنيه هو ممكن ما يخرجهاش. لا لا لا، لو كان يطلب من المستمع يسب الدين هل راح يسب الدين مثلا، يسب الدين الاسلامي في الاغاني تاعو؟ محمد سمعت كلام الاستاذ المحامي، تفضل. نسمع وكان يقول يسب الدين، ما ديش نسب الدين. وانا هضرت على المخدرات، انا شي بابلو اسكوبار، هذه اغنيه جيس مشينا ندخل مخدرات للجزائر ولا البلاد اخرى، ولكن تسمح لي فقط ما تنساش بانك الاغاني نتاعك انت يسمعوها الاطفال الصغار ويسمعوها الامهات في البيوت، ولما الطفل الصغير ياخذ المصطلحات اللي ما لازمش تتسمع يعرفها. تسمح لي فقط، اللي لازم الطفل يعرفها بعد بلوغ 18 سنه، اللي في عمره 6 سنوات يحفظ الاسماء تاع المخدرات والاصناف نتاعها، ياخذ الاسماء تاع العنف كلها. نعم. الطفل الصغير يعرفها ويرددها في المدرسه ويرددها في الشارع للاسف. اذا تحولت كلمات الاغاني والاغاني تحولت الى مدارس لتلقين الاطفال الصغار هذا النوع من المخدرات. طبعا وكلكم تعرفوا، وماناش نقولوا في حاجه جديده، كل المشاهدين يعرفوا، ماناش نقولوا في حاجه، ولكن اللوم كل اللوم هو القانون من جهه، ولكن لابد ان يكون السيف من الجهه الاخرى. نعم. بمعنى انه القانون موجود، الرقبك اذا خليت بالقانون، اذا حسيت بانك تشكل خطر على اي فئه من فئات المجتمع، والله على الاداب العامه، والله الاخلال بالحياء العام، والله المساس بكثير من الثوابت تاع الوطن كلها، القانون يعاقب على ابسط الامور، كيف لا يعاقب على اشياء اصبحت ملك العامه، يعني ملك الجميع، تنتشر عند الشباب، عند الاطفال، عند الامهات، عند المتحجبات، عند المتبر، عند كل اصناف المجتمع. وهذا الشكل من المغنين رايحين يزيدوا، يعني يوم بعد يوم يزيد يهزوا على بعضهم، تحس بانه لا مش يهزوا بعض، يعرفوا كل واحد يشوف بان هذه هي البضاعه الرائجه في السوق. لا، حتى سابقا كان عندهم مغنيين قدوه، الان القدوه هؤلاء. طبعا رايحين جينيراسيون اخرى. تفضل سي سليم. جينيراسيون اللي جايه وين راح؟ وين كي تسمع هذه الاغنيه؟ صافي جينيراسيون الاخرى تزيد دير بير على هادو. حنا نحوسوا من درك تتقم باش الجينيراسيون اللي جايين ما يزيدوش يروحوا في الهلاك. وكاين مشكل اخر، كاين مشكل المغنيين، كاين مشكل الروبوتيك، كاين مشكل قنوات اللي راهم يجوزوا في دي شونتور ما يقدناش يجوزوا. انا شفت دي شونتور يا خاوتي انا ما قدش نسمعه، امبوسيبل، سي با بوسيبل تخلي ان شونتور يجوز في قناه فضائيه والناس تشوفنا قاعيتك في المغرب في المشرق في فاهمني، دوكا كاين ساتيليت. صحيح. اسكو عندك سي لوجيك تاع اسكو ما كاش كوميسيون لازم باش يجوز باش ما يجوزوش هاد الناس؟ انا ديما زعما ما فهمتهاش. جوز ان شونتور ما يعرفش يغني، يا ناس ما يعرفش يغني، ومن بعد نسمع الناس يقول لك واش باش بيه. لكن هذا هو الذوق العام انحدر. لا، مشكل في الذوق العام. انت فتحت موضوع هو موضوع عميق جدا في انت راح نسيت مباشره خلفيات واسباب التي تغذي العنف، يعني لا سورس اللي تغذي العنف في الجزائر.
من بينها هذا النوع من الفن. ما رانيش نقول في كلام جديد ومانيش ربما نتهجم على هذا النوع من الفن اذا قلنا بانه فن، ولكن حقيقه يعني مره اخرى قلت باللي انت حطيت يدك على الجرح. قبل ايام كنا نتحدث على العنف المتصاعد ونتحدث على عمليات القتل والاختطاف وما حدث بعد ذلك من مطالب شعبيه وجماهيريه. الان اللي حب يدرس ولا اللي حب يوقف هذا النزيف لابد ان يروح كما ذهبت انت، يروح الى هذه الجروح فليعالجها جميعا من بينها هذا النوع. اين هي مصالح الرقابه؟ ما تقوليش هذا النوع من الاغاني راه مصرح به امام الديوان الوطني لحقوق المؤلف. انا مصرح به. هل هذا ابداع؟ هل هذا يسجل كابداع عند حقوق المؤلف ومحمي من طرف مصالح الدوله؟ وما تقوليش ايضا بانه يتلقاو اموال على التصريح امام الديوان الوطني لحقوق التاليف وياخذوا دوريا اموال. وقالت لك لماذا تغني هذا الغناء؟ وهل أنت من تكتب الكلمات؟ وهل عندك رسالة؟ سؤالي فقط، هل عندك رسالة وماذا تريد أن توصل للشباب بالأغاني التي تقدمها؟ الأولى نقول لكم السلام عليكم. وهي كان غنى لي فيه رسالة وكان غنى لي جي أمبيونس. فالبزوم بجي جي نغجيسخي نوفال ألبوم فيه بزاف رسائل، فيه غنى يهدر على الحبس، فيه غنى يهدر على الغربة، فيه كيما يقولوا درنا كوكتيل ما قعدناش غير في لو ميم تام، بس اسينا نبدلو هاك وهاك وهاك. وزادي بون كل خضره البوبليك، حنا شرا نغنوا شرا يبغي البوبليك يسمع من عندنا، باسكو ابارامون محمد بشنات يعرف يغني كاع الغنى، جو دي بيان كاع الغنى، بليزيور ستيل بليزيور عفا، مي هادي هي الحاجه اللي البوبليك تاعي يبغاها، دونك ما نقدرش نعطي حاجه ما يتقبلها ليش. طيب انت حبيت تقول لي باختصار بانه الجمهور تاعك يطلب اغاني فيها الكلام عن العنف وفيها الكلام عن المخدرات، هكذا؟ علاش جوست البيت تاعكم عيط لي باش تقول لي هاد لا كيسيون ا ريبيتيسيون جوست على المخدرات هذا ما كان؟ لا انا حبيت نعرف هل هو الجمهور من يطلبها ولا انتم من تغنوها فقط؟ لا انا حبيت نعرف نورمالمون هاد لا كيسيون ما تبوزاش في التلفزيون، هذه هي الاولى. لماذا؟ باسكو غراس هاد لي كيسيون من نتوما اللي رديتو وبهاد ولا واحد لي مو كانوا عايبين تنطقوا في التلفزيون، حنا هاد الغنى ما نشوفوش نغنوا في التلفزيون. بريمو سكوندو توما بهاد لي كيسيون هاد لي تيليفزيون هاد الصوالح هما اللي ردوا هاد لي صوالح نورمال، وتجيبوا دي شونتور وتقول لها بار اكزومبل مانيش عارف جيست البيت تاعكم غير هاد البيت اللي عيطوا عليه ولا ما فهمتش اكثر. انا حبيت نعرف هل انت مقتنع بما تؤدي فقط؟ انا مقتنع بما انا بون سمان، انا ما نأديش غير الغنى ثاني يبقى علاه. لا ما قلتلكش تؤدي غير الغنى هذاك، ما قلتلكش حتى نكونوا منصفين. انت تؤدي اغاني كثيره وعندك البومات كثيره فيها كلمات متعلقه بالحب بالعشق وفيها كلمات عنيفه، هذا واش قلت لك؟ فور اكزومبل عنيفه في اغنيه قلت ان صوتك وش كيبيه يعني وجيب لي جدرميه، انت تتكلم على الضرب، تتكلم عن ضرب المراه. انا تتكلم على ضرب المراه. ما تتكلمش على ضرب المراه، يا كاين واحد ما يبغيش على النساء وعندها بيبليك كبير في النساء هو محمد بشنات، دونك شي با كون خلاص منيا. وقلت لك ما كاش كاين شي غنى امبيونس، كاين شي كاين بزاف صوالح هاك، فهمني اخويا العزيز. نعم طيب خليك معنا سي محمد، اسمعوا كلام بعض الضيوف اللي في الاستوديو اذا حبيت تبقى معنا اكيد حتى نتناقشوا ونتبادلوا الاراء. نبدا معك سي الياس نزالي، اليوم نتكلموا على هذا الفن، هل الفن الجزائري، هل الغناء الجزائري غناء الراي عنده رساله؟ تفضل. بكري كان عنده رساله، وي نهار كان يغني حسني ونصره وكان صح كان كاين رساله. انا دوك ماشي نشوف كاينه رساله تاع دوك اللي قلت المخدرات وكذا، انا ماناش في كونتر هكذاك فهمني. دوك محمد بشنات ماشي غرض والله غالب، هو كي جا الجينيراسيون تاع دوك هو راه صغير، هو كي جا لقاها هكذا، هو مش سي با لوي كي كريسا، ماشي هو كريا هاد الستيل، هو جا لقاها هكذا. دوك انا ما نلوموش هذا السيد ما لا غالب، انا نلوم الشعب اللي يسمع في هاد الشعب اللي يسمع في هاد الاغاني هذه. انت واحد انا بور مو واحد ما يحشمش يسمع اغنيه كيما هذه ويدخلها لدارهم، انا بور مو اسكو يدخلوا هذه الاغنيه لدارهم ولا ما يدخلوش. انت تشوف فيه موجود في الاسواق ويتباع قدام الناس والناس تسمع فيه ومنتشر. يا اخي دوكا ولات ديجا تروح دي فلاش ديسك وطلع لك 100 اغنيه راه كلشي يتباع. ما دوك البروبليم اسكو تاع لوندا اللي ما يتراقب كلش ولا ما فهمناش البروبليم ورا. انا نلوم الشعب ما يزيدش يسمع هذه الاغنيه، ولي شونتور ان شاء الله ربي يهدينا كاع، باسكو ماشي غير هما مام انا معاهم كاع ربي يهدينا، نبدلوا نسمعوا المشارقه نسمعوا المغاربه توانسه ما عندهمش هاد الصوالح هما،
حنا باك اللي راه عندنا يا راه عندنا باك في البلاد هذه، علاش راه غير في الجزائر؟ هذه اللي هذا السؤال اللي حبيت نطرحه، علاش غير في الجزائر اللي راه صاري هذه المشاكل؟ على ما نشوفوهاش عند المغاربه، ما نشوفوهاش عند التوانسه، علاش عند المصريين عند اللبنانيين؟ شوفوها غير عندنا. انت 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 الان العيب في الفن الجزائري في غناء الراي، عيب في كلمات بذيئه او عيب في موسيقى؟ وين تشوف العيب يا ودي؟ الموسيقى هذيك سان نوتر بروبليم. نبداو بالكلمات. الكلمات راه مش قال لي المغنيين ومش قال لك ما نعموش حنا، بصح هو قال لك محمد بن شنات قال لك انا الجمهور يطلب لي. يا خويا انا محمد بن شنات انا شوف انا هو راه صغير، انا ماذا بيا هو من القدام بالك يسقم روحه، باسكو انا السيد هذا وين بدا هذا وين قال بسم الله. نعم. بالك من الغدوة يقدر يسقم روحه. ما عندوش المغني مسؤولية، مسؤولية تاع الضمير انه ما عنده عنده مسؤولية كبيرة، عنده مسؤولية. استاذ حفيظ تفضل. لا انا حنطرح سؤال فقط ونقول من زاوية من افسد ذوق الاخر، يعني هل الجمهور هو الذي يدفع به هؤلاء الشباب الى اللجوء الى هذا النوع من في مناظر من فساد ودعوه صريحه للقتل والزنا والسرقه، ثم والله دعوه صريحه لبغض الجزائر وكره الجزائر. كاين اراء ما يقدرش نقولها يدعو فيها صاحبها يقول هذا الجزائر بلاد ميكي، هكذا الاف مؤلفه من الشباب يغني لهم ان الجزائر هذه ما تسواش وان الافضل شيخ هو العرب، شيخ شمس الدين، وان الافضل ترك الزواج وتدمير البيوت وتطليق النساء. شيخ شيخ شمس الدين هذا يمر علينا مرة كرام. أدري على المقاطعة. محمد بن شنات يريد تدخل للرد على ما تم أو رد على أقوالكم. محمد بن شنات تفضل. السلام عليكم. الأولى بالأولين أنا ما قطعتش، وشيخ شمس الدين جو ريسبكت باغافور على الحياة اللي دايرها، ودوزيامون باش تقول محمد إلا ما راه شارب ليكسترا كير يهضر معاكم عيب عليك، نورمال واحد إمام اللي يمثل البلاد وما يهضرش هذه الهضرة، والثالثة إمام اللي يعرف ليكسترا بور موا سي با نورمال، والرابعة فور موا امام اللي يهضر في التلفزيون ويقول في ايميسيون حياتي كامله راحت واي واي، انا امام اللي يعرف واش تقولها ماشي هكا. السلام عليكم. شكرا. انا لم طيب تفضل الشيخ، تفضل الشيخ. ما قلته انت نعم اللي غنيت هذه الاغنيه. شيخ تفضل كلمه لك. تفضل من وجهك بالحقيقه، انت اللي قلت هذه الكلمات ماشي انا اللي كتبتهم لك. وين هو العيب؟ العيب لما قلت لك لا تقول هذا الكلام، ولا العيب لما قلته انت؟ أكتدعو جيهان صراحة إلى الإكستازي. الإكستازي هي مادة تذهب العقل، مخدرة. أين الداخل الوطني؟ أين الأمن؟ أين الدولة الجزائرية؟ كيف عيب علي؟ عيب علي نقول لك لا تقول هذا الكلام. لا هو هو يتعجب كيف لرجل الدين ان يعرف هذه الانواع من المخدرات. من لم يعرفها في الجزائر؟ لا لا هو يعرف هو هذه الانواع. لا اسمح لي اسمح لي ياتون الي ويسالونني. تسمح لي شيخ، هو يتساءل ولكن هو يجهل بانه هو اللي ينشر هذه الكلمات. ايضا هل تظن بان الامام يعرف فقط الجنه والنار، يعرف الصلاه ومعركه بدر ومعركه احد فقط؟ هل هذا الامام هوش عايش داخل المجتمع الجزائري؟ محافظ الشرطة أو الشرطي لما يعرف الإكستازي ويعرف كل أنواع المخدرات ولا الأسلحة، هل تقول له علاش تعرفهم أنت رجل القانون كيفاش تعرف المخدرات؟ الآن تريدون أن تستحوذوا حتى على الكلمات وحتى على كل هذا النوع، تفسدون الذوق العام، ثم تريدون أن لا يعرف الناس الأئمة يبقوا ما يعرفوش يسمعوا كلمة إكستازي ويصبحون كما يقولوا بعض الشعوب كالأطرش في الزفة. يعني كأنه حب يقولنا خلوا الشباب يشربوا الإكستازي وما تهضرش عليها. وانت إمام تحدث عن الجنة ممتاز. والنار وعن عن الصلاة وعن كل شيء، وخليك من مجالات أخرى. الياس سمعت وش قال محمد بن شنات؟ قال لك أنا مانيش 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 ننشر، حب يتهرب من القضية. شوف محمد بن شنات أنا فهمته، أنا يعني فهمه محمد بن شنات قال لك أنا بديت هكذا، تقول لك ماذا بيان سقم روحي مور هذا ان شاء الله، يعني بعد ان ينشر هذه الامور. ان شاء الله انا بور مو ان شاء الله محمد يسقم روحه في من القدام، راه عنده شعبيه درك، يقدر واحد هو درك يقدر واحد يسقم روحه بالشعبيه هذه تتبعه، يقدر يسقم كلامه فاهمني. ممتاز. درك الا غلط قال لك كل واحد كل بالي عدم خطا راح يفقد كثير من جمهوره، لانه لازم نقولوا الحقيقه. ما يفقدش علاش يفقد الى دار لا ريشيرش؟ حتى الجمهور جزوري. حتى الجمهور هذا الجمهور ذوقه هكذا. قلنا السؤال من افسد ذوق الاخر؟
الجمهور الان اذا توقف حب يولي الان يقدم اغاني على شكل اغاني ام كلثوم مثلا او اغاني شرقيه ما راحش يسمعوا له الان. ليس الجمهور كامل، فئه فقط. لا ولكن يصبح العامل هو العامل في الاول والاخير، هو تجاري المال يعني ما تلفوش ودوره، هو العامل هو المال. درام صحيح. بالنسبه للمغني ولا بالنسبه للعالم صح، بالنسبه للشخص اللي ينشر له الاغاني الان روحه مباشره قال هل هذا النوع من الاغاني يشكل جرائم ام لا. اذا كان هذا هو الشق المهم، اذا كان يشكل جرائم اذا كل شوف الديوان الوطني لحقوق المؤلف فعنده لجنه قراءه لما تجي النصوص يقراوها. هاد الناس هذو يعرفوا القانون ولا ما يعرفوش القانون؟ لما يعتمدوا هذه الاغاني ويعطيوها براءه الاختراع كانها ابداع، هاد الناس مسؤولين ام لا؟ هم ايضا مسؤولين. اذا بدات انطلقت التحقيقات ما لازمش تتوقف، لازم تجيب كل شخص في كل المجالات. الا تعاقب الاحزاب السياسيه عندما تدعو الى العنف؟ الا تعاقب؟ الا يعاقب قانون الجمعيات الاحزاب السياسيه عندما تدعو الى العنف كما قال الشيخ شمس الدين؟ الا تعاقب القوانين الائمه عند الدعوه الى العنف؟ لماذا لا يعاقب هؤلاء؟ ليس فقط لا ليس فقط الدعوة الى العنف. لحظه ما مشيت تسجلوا في استديو باش نفهموا. لا ما يهمنيش هو ولكن هي تسوق وتسجل في الفلاش. كاين حوايج ما يتسوقوش. كيف شنو يخرجوا لايف من 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 السهرات من السهرات وتلقاهم في الانترنت وكاين اقراص عند ما تقدرش تقبض كاع هذو. طيب معليش انا راح الشيخ شمس الدين ربما اذا كان بقى معي الشيخ شمس الدين لا ادري